مساء الخير، مرحبا بكم جميعا. طبعا مثل ما أعلنت في عند إطلاق موقعي الإلكتروني وإطلاق قناتي على اليوتيوب، كنت وعدتكم بأنني سأطل عليكم كلما اقتضت الضرورة لمناقشة المستجدات وإبداء الرأي حول شؤون بلدي، سواء تعلق الأمر بالمجال الرياضي أو بمجالات أخرى. اليوم لن أعلق كثيرا على خسارة المنتخب الجزائري لكرة القدم أمام منتخب إيران في مباراته الدولية الودية، ولن أناقش الأداء الفني لأن الأمر لم يكن ليغير الشيء الكثير من المعطيات التي نعرفها عن المنتخب، ولأن الأمر بديهي وطبيعي بقيادة ناخب وطني قلنا عنه، أو أغلبية الناس قالوا عنه بأنه ليس مدربا ولا يملك المؤهلات لكي يدرب المنتخب الوطني. لن نبقى هنا نحن نتحدث عن المدرب، ولا نتحدث عن الشخص الذي نكن له كل الاحترام وكذلك كل التقدير، ولكن الشيء الأكيد أن ماجير أكد ليس فقط البارحة، من زمان ومنذ بداية إشرافه على المنتخب الجزائري بأنه ليس مؤهلا لتدريب المنتخب الجزائري في تقديرنا، وقد أكد ذلك من خلال خرجاته وتصرفاته مع اللاعبين خاصة المغتربين منذ كان محللا إلى أن صار مدربا، مثل ما حدث له مع رئيسها بن بلحي الذي استغنى عنه، وكذلك فغولي أدم الناس، ثم مع بن طالب بعد المباراة الأولى أمام تنزانيا عندما غادر التربص، البارحة كذلك مع طايدير، مع رياض محرز في انتظار البقية التي سيحاول تحميلها المسؤولية ليتخلص منهم. هذا في تقديره. البارحة قال للاعبين حسب الأصداء الواردة من النمسا: يجب أن تفوزوا أمام إيران. واحد من اللاعبين علق وقال قال لنا هذا، ولكنه لم يقل لنا كيف نفوز على المنتخب الإيراني الذي كان من وجهة نظري واحد من أضعف المنتخبات المونديالية من الناحية الفنية، ولعب أمام منتخبنا الجزائري بناقص 6 لاعبين من الأساسيين. لن نتحدث اليوم عن المباراة ولا عن المشرف عن المنتخب الجزائري، لأنه مجرد جزئيات. البارحة لاحظت بأنكم تحدثتم عنها كثيرا في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بل سأحاول الحديث اليوم عن كرتنا ومنتخبنا اللذان دخل في أزمة، مثل ما كتبت وصرحت وقلت، دخل في أزمة منذ رجعنا من مونديال البرازيل، أزمة متعددة الأوجه، أزمة فنية تنظيمية إدارية، وحتى كانت أزمة أخلاقية ومهنية شملت الوسط الإعلامي للأسف في الجزائر، بحيث تعقدت الأمور أكثر فأكثر منذ ظهور الفوضى الإعلامية التي أفرزت قنوات أو بعض القنوات، خلوني نقول، تعمل من دون قوانين ومن دون احترام لدفتر الشروط ومن دون حتى احترام لأخلاقيات المهنة. هذه الفوضى في ظهور القنوات التلفزيونية عندنا في الجزائر سمحت بظهور أشياء كثيرة جميلة لاحظتموها أكيد، لا يمكن إنكارها، ولكن في نفس الوقت كان بعضها منبرا لحملة تهديم كبيرة جدا وحقد وكراهية وانتقام ضد أشخاص ضد مؤسسات. عندما أتحدث عن مؤسسات أتحدث عن نادي ومنتخب واتحادية، هي أيضا مؤسسات. قلت حملة تهديم وحقد وكراهية، طبعا قاومها الكثير من المهنيين، لم يدخل فيها الكثير من المختصين والمتابعين الذين التزموا بالكثير من الأدب وكذلك الأخلاق. مشكلتنا للأسف أعمق بكثير من مدرب منتخب وطريقة لعب على مستوى المنتخب وخياراته بما يتعلق باللاعبين، ولا حتى في تعامله مع الصحافة ومع اللاعبين المحترفين خارج الجزائر، وأعمق من كل الجزئيات والتفاصيل التي يمكن أن نتحدث عنها بسرعة وغرقنا فيها منذ مشاركتنا في مونديال البرازيل. أعود دائما إلى ذلك، لأن المشكلة كانت بسبب تألقنا في مونديال البرازيل، لو كانت الخيبة لما حدث كل هذا. المنتخب الذي كان يجمعنا صار اليوم يفرقنا للأسف. المنتخب لم يعد يلقى ذلك التوافق والتشجيع بعدما هاجره عشاقه كما لاحظت في مباراة تنزانيا في ملعب 5 جويلية. المنتخب الذي كان يجمعنا صار يفرقنا، صارت تفرقنا صار يفرقنا مثلما تفرقنا الكثير
المجالات وكأنها مقصودة، يراد من خلالها تهديم كل شيء يبدو جميلا بالنسبة للجماهير الجزائرية. صحيح أن الوضع ناتج عن تراكمات عدة سنوات، لا يمكن أن ننكر هذا، لكن عوض أن نصحح رحنا نكسر ونتهكم على لاعبين لم تعد لديهم اليوم أي رغبة في اللعب لأن أمرا ما تكسر. لاعبون ليس لديهم أي ذنب سوى أنهم ولدوا خارج الجزائر، سوى أنهم تألقوا مع نواديهم، تألقوا مع منتخب بلادهم، وبعدين إن كانوا مقصرين فعلا وغير جديرين في باللعب في المنتخب الوطني فلا نستغني عنهم ولا نستدعيهم مرة أخرى، ولكن من دون المساس بمشاعرهم ومن دون إهانتهم ومن دون التقليل من شأنهم مثل ما يفعل البعض للأسف الشديد منذ لدة. من خلال هذا الفيديو القصير لا أريد تعميق الجراح أكثر فأكثر، لكن أريد أن أضم صوتي لكل الأصوات التي تحذر من هذه السياسة المنتهجة. طبعا إن كانت هناك سياسة رياضية وإن كانت هناك سياسة على مستوى المنتخب، أريد أن ألفت الانتباه إلى أن التذمر الحاصل اليوم في الأوساط الجماهيرية بالدرجة الأولى هو تحصيل حاصل وكذلك نتيجة حتمية لممارسات سابقة وحالية أتصور وأعتقد وأتمنى أن نتخلى عنها في المستقبل قبل فوات الأوان، خاصة وأننا نملك كل المقومات عندما أتحدث عن المنتخب التي تجعل من منتخبنا قادر على استعادة تلك الهبة وتلك القوة التي يتمتع بها التي كان يتمتع بها. للأسف إذا استمر الوضع على حاله سنتراجع سنين ضوئية إلى الوراء مثل ما تراجعنا للأسف دبلوماسيا واقتصاديا وثقافيا وفكريا وحتى أخلاقيا، لأن الجماعة سلطت علينا الرديئين للأسف الذين اختطفوا الجزائر واختطفوا منتخب الجزائر ويريدون الذهاب به إلى القاع للأسف الشديد. سنحاول كل واحد في موقعه وكل واحد حسب قدراته وإمكانياته أن نقف أمام هذا التهديم بالاحترام والأدب اللازمين دون المساس بالأشخاص. أرجو أن رسالتي هذه الأولى وصلت، شكرا لكم.